السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ بخير. كما انتم كتشوفوا، كما طلبتوا مني الثمن ديال القطنيه، احنا في السوق. غادي نحاول نعرفكم على الاثمنه، والا ما كان بان شي راه انا اللي كنصور. يلا خليكم معنا وشكرا. واللي ما دارش اشتراك يشارك معنا ويبارك في الخانه ديال اما كاين اللي مكتوب عنده في اشتراك، كاين اللي مكتوبه بصابوني، ودعمونا باش نوريكم ديما الجديد. وشكرا على التشجيع ديالكم والكلمات زوينة. يلا خليكم معنا بلا ما نطول عليكم بالهضره. حمص، شحال حمص؟ 10 دراهم. واللوبيا؟ اللوبيا 120. والجلبانه؟ الجلبانه 220. 220. نعم. والفول؟ الفول 220. هادشي اللي عندك؟ هادشي اللي كاين. العدس كان عندي بعته. شحال العدس؟ 320. 320. نعم. يلا سيدي الله يجيبك التيسير. السلام عليكم المعلم، شحال انتوما؟ 140 الكيلو بلدية. شحال انتوما؟ 10 دراهم. 100 ريال القبطة، 260 كيلو البلدية. هذه الحمراء؟ الحمراء البلدية. البلدية هذه 10 دراهم القبطة؟ كيلو 100 ريال القبطة. اخويا واش بجملة ولا بكيلو؟ الكيلو 400. هذه الحمراء؟ حمراء الفن ديال التوب. هذا السيكالي ديماراج ديال فلاس صغار دجاج. هذا الضرا مشردة كدير 110 الكيلو، تطلق الدجاج الكسيبة كلشي. هذا القمح انا بيني خا 100 110 كما قلت لكم في فيديو السابق. هذا ثمن بوي فلوسه. هذه فارينة 80. وهذا ذاك الشعير الرومي مفيش سفا ديال الدجاج، تا هو كيتباع ب 80 الكيلو. كنبيعو بالكيلو، كنبيعو بهذه. هذه كنقولو لها نصفي، نصفي، التمني. هذه التمني صغيرة. وهذا الربعي كاين كبير على هذا النصفي، هذا كيهز جوج هذا، والنصفي كيهز جوج هذا. إذن هذاك التمني، هذا الربعي، الكبير النصفي، ما عندناش الكبير. هذا الشعير البلدي 85. ايوا المهم هادشي اللي عندنا في السوق دابا ديال الرحبة. كتكون الصباح عامرة، غير دابا تعطلنا صافي كلشي مشى بحالو، بقاو غير داك اللي كيبيعو القب ديال الدجاج و... المهم كنحاول ندير لكم كل حاجة بوحديتها في الفيديو، ما كنبغيش نخلط لكم اللي في السوق كلو. كنتمنى هادشي يعجبكم وشكرا. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.